قبل جزا خمس جيل جيرلنا إذا كل جيرلنا مليش نقب جماعة. عن أبو هريرة كذلك قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. إلو أبو هريرة كم تدرويو نعاخاتكم في صلاة كتصبيو خلهم تاجزي ساعة مصر ذهر السلاة نفسها قوفي لكم المسجد بجكات السلاة ندحر كوف دي بلدكم قال مسالح من الدنيا دي كونه يتم ملائكة غفران يطالبوا ودعاء يقبروا نبر ربي تعالى. قال اللهم اغفر له، انت ربي غفر له، انت ربي رحمه. وحدث سب كماني يتا سلات نحر حبي ساتو ناب جزء نخيم اللس بسلات يتم ملائكة يغفروا له وبلنا له. كم هنا ابو هريرة انت لنا بكال حديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباق الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم كحبركم دجدلين يخوم اتربي نتحاتياتكم دحات بلكم نتدرجاتكم أبكر مربي حف دبل لكم لعل سالوس كحبركم دك دلينيكم إلهم. بلى يا رسول الله، بلى أنت يا رسول الله زحل دخونه كأنزان شجرات دمتصو ما كتكم كتقام متقليك ودو أن خط جبر أبت جزيتي. وكثرة الخطأ إلى المساجد أبصلمات كوينو أبكر جزية كوينو أبصحي كوينو أبدورنا دلو جزية ناب مسجد مخاد مبزح، وانتظار الصلاة بعد الصلاة دحر سلات ناب سلات متصباي فذلكم الرباط. رباط مالت كأني أب كدمي صلائي كوفي الكاب جزية جهاد نخط حلو صلائي نسل المسلمين كي هاجمهم كتحلو تطوك كتب الكلخة إذا رباط يبهال إذا رباط ذدماني أجر عظيم. إذا نقر زي أخت قبر الكاخلة سلات زي إلو ربي بتناي رسول لسان رسول صلى الله عليه وسلم يحب رنا له. كم أون قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ولولا أن هناك نساء وأطفال. سبحان الله. الرسول انتهى بلال له اتا عباي وكبات صلاة كون منافقين انتهى اتا صلاة العشاء وصلاة الفجر اتي أجر دل ودد فلط نيرمكو لآتوهما حبوا ولا فحقوق دابلو مخاد دد سونو فحوخ ندابلو مصواني روم اتا اجرا خننتاكم مخانو دد فلتو انا كو دليت نيرني سلاة كإزاز كت جمر كإزاز نحادة سب كس قدوكم وانا مساي اسوت حيزة خيد نبكالات سب نبتم قزاوتم كوفي لهم دلو اب قزاوتم كسوكدو كاب جماعة قريفان قزاوتم كسوكدو دلو مساي عنشات حيزهم كيدهم نتقزاوتم كندو دلهم ها مش نفسهم كنودو ما انتي. لكن انا استلوا ذنب دي بلن اطفال اللو جماعة دي ازازهم ربي نعوهم رحمة الى ايه قدي فيد الله خو إلنا. اذا انت رد ان رسول بحو خان دول نحدلي ونحد سب انت مالتي عبي ذنبي مالتي كم متن لعلي عبي ذنبي اذا ارتكب يسب رسول بحو خان دول دلي بهو تخلو. لكن انت ام غيرهم زياتهم كف صلاة الجماعة يوم تخلفهم تا صلاة قدفوان. ولذلك الله تعالى أن تايلنا يبزع منافقين كزارب كله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى
ولا ينفقون إلا وهم كارهون. اتصلت ناتهم ولاتي زكاة ولات صدقات دي قبل عنيتهم منافقا مخنياتكو تصلت كمسوها لو بتهكيت دليل دي باللوم نخر رأيو اندابلو يمدو مسو اتغنزب كوتسو خلوون بدي مستاو قبل بدي كوني انتاري اندازولو يمدو تسو. وقال عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عن السلة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يؤتى بالسلاء. إلو عبد الله بن مسعود أبجزيناكو حدث سب كاب صلاة الجماعة دخلف عين برن دترف عين برن بجك منافق تخوينو بتني فقود التفلتي ويد ما حدث سب حتى حامي مخلو أما نقول خلت من كوب حزام ما مسيم أبتسف تيوم تطو يبلو من تي صلاة كسجد. ويقول ابن مسعود تكمية لحديث فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى أي الصلوات الخمسة من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما عند حد أعرفكم مو أبقى إذا خمسة قدكم من كم تي تخلف دلو كاب جماعة أبقى إذا أرسجد إتو سنة صحيقكم أبها لك تبصحيقكم إبلنا الله سلازي إذا نقر زن خير أخبرنا ما نحنا إذا كنقبر لنا مالتي إتا سلاة أب جماعة خنسجد لنا إتا سلاة أب جماعة خنسجد لنا. طيب عند حرز حديث الصلاة أهمية فريتنا كسع كند زخم مخانو عند حر حدث سب دي سجيدو انت ايخ رخبو عند حر قدي فواج الرسوس انت ايخ خوين عند حر إلنا انت ايناخن بالمالتي عند حر دي سجيدو سي انت اي تحكمو كدا ما ينقر حد قال الآن ربي دور دلنا له اب آيات انت ايلو نتم أهل الجهنم داتو كحتوهم كلو قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أتوم أب جهان نبدا لكم أب سقر ربهال انت ايتكم قالوا لم نكن من المصلين قد ما إذن برقبرنا يو كابتم بسودي نبرنا مع أنه ذا آيات زي أب زعب كفار يا وريدا لكن الكافر ولا شيح قد يتسجد أي نفعني ومع ذلك أصبح نقوق عزة بيسالة دقادة فيه فبالتالي إسخاق أم تكافر نخي تخون انت خد قبر على لك مالتي أب تسالة كتركب على لك اتصلات كتركب لك وبكلا ايا خانت وترحلوا ترح تاريم لهم قالوا لم نكن من المصلين كم ولم نكن نطعم المسكين كم اونت مساكن اين بلع النيرنا وكنا نخوض مع الخائضين مستوم سوق لهم اعلالنا الدنيا ناي مستهزاء يخون ناي ذنب دلو نقر يخون دقبر نور مستوم نتصوت نوع النيرنا نزارنا وكنا نكذب بليم الدين تاخيرا ما رسعنا يو يعني كم ديل رئينا يو حتى أتانا اليقين كساعتها موت مسيئتنا انت يا خون زياتهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين كندي شفاعة لنا ملائكة كندي شفاعة لنا نبيين كندي شفاعة لنا رسول كندي شفاعة لنا صالحين ذي شفاعة زكون عم أيتعمني بأن لربي اللهم شفعنا ربي رسولك اللهم لا تحرمنا شفاعة الملائكة اللهم لا تحرمنا شفاعة الرسول اللهم لا تحرمنا شفاعة الصالحين. أبقى أنت إلو الله تعالى فخلف من بعدهم خلف
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. سبحان الله. ولدوا فخلف من بعدهم خلف ولداتكم وصيهم دحريهم دحرتم صبوا خيار نبروا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولدوا وصيهم نذا سلاز ياخذ فوايهم واتبعوا الشهوات بزعبه كل طعم نقر نايز الدنيا طرح كويهم انت كخوي النتيجه فسوف يلقون غيا. والغي كانت مالتي وادي في الجهنم ربا بجهنم الله بعيد قعره وشديد عقابه سلمنا الله واياكم وجميع المسلمين من هذا العذاب. اتي اب اخيرا لو غيد بهل اتم سلاد اطفو سلاد قدفو ابز غي خاتو يوم تم سلاد قدفو بل تاسرات كوقت دحلفوا ابزي خاتو يوم يلو الا من تاب كابز ايات زي ابو زحات علماء استدلهم ان حدث سبحان سلاد قدفو اب كفر ودقيلو كن مسينا خن ذكر دحر قرب لكن حنت ثلاثة بكفر تغيرك خاب اسلامي سبحان الله حنت نيش لي نقر نعم كما قال ما خنا قربا نخيل ان دي حالي لنا حاد سب بوز حسب يفلت وضوء يعني شرطنا هاي سلاة بري وضوء سلاة قبرة يتخيل نخيل لكن تخيل حاد سب ببرميل ما يقيرو ندحر وضوء قيرو اما نيش لي في السوان ندحر افاسيو كسقر دخيل اكيلني مع انه نيش لي ولا سبعج انوان يمكن تاودو فريسة كم اون تسلمنا بنيش اللي نقر فرسكم مخانو خن تنقر علينا حاد خابت دو فرسة سلاة تشرس كمقدف دي مسكان إلا من تاب توبان دي حد يلون كابت سلاة مقدفهم وآمن إيمان دي نبوروني سلزوة سنيرون سلاة دخانة نفتي إيمان كمل لسال الله مالتي وآمن وعمل صالحا دبالت الصلاح كان انتايو تا سلاتيا فأولئك يدخلون الجنة تم توبا دبالو دا آمنوا صالح عمل صلاة قبروا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. طيب تخيل تخيل حدث صلاة يسمع وأذان يسمع صوع كل مسجد فيدبر عنها فلا يجوب ويقول لسان حاله سمعنا وعسينا اجح مصاء نبعوت مصاء عند حد يمسئتها مالتي سمعنا وعسينا له انت ربي لا القران فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ابصرة القيامه ابتخال ايه خان انت له لا صدق اي قبري ولا يسجد نكل نقر كذبوا ندحري التماليسو نحنا دما كابتي بوتانا دي مغب غاسنا سلاف كنسمع كلنا ابزي ايات زين عطينا مالتي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون في سوره المرسلات ها اندحر سجدي لومكو اي سجدون يم نيرو تحيا على السلاخ ولنا خلص سجدوا مالت دي كونن سجدوا مالتي مع ذلك اي سجدون نيرو فاذا قيل لهم اركعوا لا يركعون سلازي نحنا ون يعني تنققات كنكون لنا مالتي بل الله سبات بفل لايكوا ابزي ناي سلات حقتا دي يفلطو بجهل يخونو بخل مخنيات اتن سلوات ناي حموشتا اكيبا ابحاد قزي يسجدوان الصبح كساعة العشاء مجرش العشاء مساء خلي يسجدن وبعدهم اب سومن طرحان سا يسجد الجمعة وبعدهم يسلي في شهر رمضان فقط وبعدهم يسلي صلاة العيدين نسأل الله السلامة سبات اللو اتن حموشتا سلوات بحن ساكيوم سجدوان حدا خاب تجي قتاد دركب دول لي قالات كات سبات الله بجك كات جماعة كان اللي معات لي سجدو أسلامنا جماعة صو عزياتهم والله خان أسلامنا رمضان شهر رمضان تروح تسجدو والله خان أسلامنا عيد بجك عيد كان اللي معات لي سجدهم دي فلتو وزن جرات زخاني مقبر داني كاب صفات نايم منافقين كابتم نايم منافقين ها كاو سلاتهم إذا صورة زي كلها أنا حافظها.